طب تفتكر كده اقول لك هارد لك بقى على تعادل امبارح، ولا اقول لك ان الكلين شيت هو الاهم طالما احنا يعني على ملعبنا لسه؟ نادين، بصراحة الماتش امبارح يعني كلنا اكيد يعني زعلانين من نتيجة التعادل، كلها نتيجة اكيد كانت غير متوقعة، لكن يعني اغلب جماهير نادي الزمالك امبارح نتيجة التعادل مش هي الافضل بالنسبة لنا، اكيد كان نفسنا نكسب، وكمان مكسب يعني نادين كان يخلينا نروح غانا واحنا مرتاحين، مظبوط، واحنا كانت معنوياتنا يعني كانت هتبقى احسن من اكيد نتيجة امبارح. لكن في نفس الوقت برضه يا جماعه الكوره مفيش حاجه فيها مضمونه، والكوره دايما ما فيهاش ثوابت، محدش يقدر ابدا يتوقع نتيجه اي مباراه مهما كان الفريق اللي انت بتلعبه مين، او مهما كان تصنيفه ايه او اسمه ايه حتى في القاره الافريقيه. لكن احنا امبارح يعني اكيد كنا عايزين نكسب 1-0، طبعا كنا عايزين مثلا نكسب 2-0 على الاقل، ان احنا برضه نروح هناك يعني والدنيا بالنسبه لنا كانت تبقى كويسه شويه. لكن برضه انا نادين مش متفق مع الناس اللي كانت قبل الماتش احنا هنكسب 3 احنا هنكسب 4. مش منطقي اه طبعا. بالظبط، والكلام اللي بعض الناس كانت بتتكلم فيه، النتائج دي يا جماعه مش موجوده ابدا في سيمي فاينال بطوله قاريه، بطوله الكونفدراليه بطوله تقيله وبطوله كبيره، لكن في نفس الوقت كان مهم اللي احنا نكسب مكسب، ومكسب كمان بكلين شيت، وده الاهم. عشان كده نتيجه امبارح رغم انها يعني نتيجه اكيد مش كويسه بالنسبه لنا، لكن ميزتها الوحيده نادين اللي احنا خرجنا بكلين شيت، خرجنا اللي احنا ما استقبلناش اهداف اي كره من الكرات اللي ارتدت من التحولات الهجوميه للفريق دريمز الغاني. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، نتيجه ان شاء الله نقدر يعني نعوضها في مباراه الاياب هناك، ونادي الزمالك ان شاء الله يقدر يخطف بطاقه التاهل من غانا باذن الله. نادين يعني صحيح يا خالد كلامك طبعا، وعارف برضو كلامك ده بيفكرني كده يا خالد بقعدة كروية اللي هي يا جماعة اسمها أفضل النتائج السيئة، وده الحقيقة التوصيف يعني الأمثل لنتيجة مباراة أو نتيجة المباراة اللي احنا شفناها امبارح طبعا في ظل عدم فوز الزمالك، وفي ظل كمان ان احنا اتعادلنا، ولكنه كان تعادل غير إيجابي هنا في القاهرة. كنا بنقول في الحلقات اللي فاتت انه احنا محتاجين نفوز بفرق سكور، سكور ده مش شرط ان هو يكون 3-4، بس نبقى مرتاحين عشان لما نروح مباراة العودة نكون مرتاحين هناك، الأجواء غير الأجواء هنا. هنا كنا بنلعب وسط جمهورنا 50,000 مشجع فعلا قاعدين نادين، يعني ده بيشجعوا يا خالد، بالظبط اللي زعلنا كلنا امبارح طبعا كان حضور بيفرق الجماهير. وبيفرق بالظبط بشكل كبير جدا مع اللعيبة، وبيفرق في الروح المعنوية لما نروح مباراة غانا يا خالد صحيح، وما يكونش فيه العدد ده من الجماهير، أكيد هيأثر يعني بطريقة أو بأخرى. بالظبط. والميزة الوحيدة برضو زي ما أنت قلت يا خالد إننا ما استقبلناش برضو أهداف، لأن يعني قاعدة الهدف خارج الأرض دي بهدفين زي ما احنا عارفين هي اتلغت خلاص. اتلغت بالظبط الحقيقة، بس اتلغت في أوروبا بالظبط. يعني هي هنا أو في أفريقيا ما زالت جاري العمل بيها، وبطولات طبعا الكاف للأندية، وبالتالي لا قدر الله لو كنا اتعادلنا امبارح مثلا بنتيجة 1-1 كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا لجوميز وللعيبة، لأن هناك لو خرجنا من المباراة 0-0 كنا هنخرج. بالظبط. وبالتالي يعني احنا عندنا نقطة نظام كده، أو نقف بقى هنا بهدوء شديد كده، مباراة الذهاب انتهت وما زالت مباراة العودة التي لا تحتمل إهدار للفرص ولا الرعونة أمام المرمى ولا التسرع في إنهاء الهجمات ولا التفنن كده في الإهدار أمام المرمى، لأنها مباراة الفرصة الأخيرة. أنت قصدك يا نادين اللي إحنا ما نكررش اللي حصل إمبارح، طبعا الفرص الكبيرة اللي ضاعت إمبارح من لعيبة نادي الزمالك، يعني كنا بصراحة كلنا استغربناها إمبارح، دي سيد حقيقة. الجزيري ضيع 2، اللعيبة ما كانتش في الفورم برضو يا خالد الكرة اللي اللي في إحنا الآخر، متعودين عليه. الكرة اللي في الآخر اللي هي جت في العارضة مظبوط، وجون خشرها من على الخط، حاجات كلها كانت توريك ان إهدار الماتش. للفرص المهمة بالظبط. دي اه حقيقة. بالظبط. طيب عايز برضه انا دينا اتكلم معاك واقول لك يعني انت برضه مبدئيا انت داخله مباراه امبارح وانت مفتقده اوراق رابحه كتيره جدا في تشكيله نادي الزمالك، ولعيبه كانت كلها مهمه اكيد غير اللعيبه اللي احنا عارفين نادين ان هم مش مقيدين في الكونفدراليه مع الزمالك، زي عبد الله السعيد، زي ناصر ماهر، وكمان سيف فاروق جعفر لمساله القيد. والفكره العجيبه اللي ما فيش غير في افريقيا اللي لسه بتحصل ولسه موجوده، ان هي فكره ان ما فيش لاعب يشارك في البطوله الافريقيه او نفس البطوله، وهو كان شارك حتى في الدور الاول مع ناديه السابق، وكمان ناديه خرج من البطوله زي عبد الله السعيد مثلا لما شارك مع بيراميدز في دوري ابطال افريقيا، وكمان يعني زي ما انا بقول لكم البيراميدز ودع البطوله، ورغم كده
عبد الله السعيد للاسف يعني ما ينفعش يشارك مع نادي الزمالك، وده بسبب يعني القوانين والحسابات اللي لسه موجوده في الكاف في الوقت الحالي. لكن ما علينا نادين، انت برضو عندك امبارح يعني الظهير الايمن غايب، الظهير الايسر غايب، غيابات مؤثره جدا. فعمر جابر، عمر جابر بصراحه مقدم مستويات كبيره جدا مع نادي الزمالك الفتره الاخيره، وكان اخرهم ماتش الاهلي. احمد فتوح نجم الزمالك ونجم منتخب مصر، ويعني مصنف ان هو من احسن الباكات ليفت اللي موجوده. وعلى فكره يا خالد برضه خليني اقول لك ان عمر جابر يعني يمكن من اول اللعيبه اللي الجمهور هتف لها امبارح، وغيابه كان مؤثر بالزبط جدا. بالظبط بالظبط. بقول لك كل ده كانت ظروف بصراحه، وكانت تحديات صعبه على مستر جوزيه جوميز اللي امبارح اضطر يلعب بابراهيم انضاي زي ما احنا شفنا ناحيه الشمال، واللي كان جاي برضو يعني من فتره كبيره ما لعبش فيها مع نادي الزمالك بسبب الاصابه اللي كان تعرض ليها في مباراه الاسماعيلي. يعني كلنا كان فاكرين مباراه كانت من شهرين في بطوله الدوري بعد ما خلصنا كاس الامم الافريقيه. كمان امبارح لعب مصطفى الزناري برضو، الراجل مش مكانه هو كباك رايت، هو مكانه مساك زي حسام وزي المسلوسي، بس رغم كده ادى بصراحه بشكل كبير امبارح نادين مع نادي الزمالك. وهو برضو مصطفى اما نزل في ماتش الاهلي برضو بصراحه كان ليه مردود وليه تاثير مع لعيبه نادي الزمالك في المباراه. لكن كل ده ان شاء الله باذن الله خلاص بقى الماتش الجاي اكيد نادين اللعيبه كلها تبقى موجوده، اللعيبه هتبقى كلها جاهزه، خيارات مستر جوميز تبقى اكتر طبعاً. فان شاء الله باذن الله زي ما انا قلت لك نحسم يعني التاهل من هناك، ونادي الزمالك يقدر يعوض باذن الله في مباراه غانا الجايه ان شاء الله. طبعا غيابات كانت مؤثره كلها يا خالد، ولكن خليني كده عشان انت اتكلمت على زناري، يعني زناري بقاله ماتشين اون فاير من ماتش طبعا الديربي ماتش الاهلي بالزبط. كان الحقيقه يعني اداؤه مبهر، والحقيقه برده يعني هو بقاله كده ماتشين تقريبا من رجال المباراه، يعني هم مع اختلاف برده ظروف مشاركته كمان النتيجه، سواء كانت الفوز بالديربي على الاهلي زي ما قلنا او التعادل امبارح مع دريمز. لا هو فعلا بيقدم اداء مبهر، بس كمان الغياب الابرز بقى زي ما احنا عارفين كلنا طبعا، واللي يعني فرق مع الفريق بشكل كبير جدا، مفتاح لعب الفريق وافضل لاعب في مصر طبعا يا خالد، احمد سيد زيزو اللي كان يعني في قائمه الفريق زي ما تابعنا يا خالد. احنا شفنا هو كان اسمه موجود ضمن القائمه، ولكن طبعا مستر زيزو ما رضيش يجازف بيه طبعا طبعا بالتنسيق اكيد مع دكتور محمد اسامه يعني والجهاز الطبي، هم قرروا ان هم يستبعدوه في الساعات الاخيره، وغاب زيزو اكيد عن مباراه كنا اكيد محتاجين جدا لعبه واسلوبه اللي بيعرف بيه كده ان هو يفك طلاسم الدفاع الغاني. ولكن يعني بصرف النظر عن الغيابات المؤثره زي ما اتكلمنا ما فيش شك ولا خلاف ان هم كلهم غيابات مؤثره، لكن برضو مع ذلك انت كنت تقدر ان انت تحقق الفوز امبارح وتحققه كمان مستريح، بس بشويه كده اهتمام يعني خالد ببعض برضو التفاصيل، يعني زي مثلا التركيز في اختيار التشكيل الانسب. عندنا طبعا كانت مشكله في التشكيل، عندنا كمان يعني تشكيل مستر جوميز امبارح لعيبه كلها نادين امبارح لعيبه كبيره ولعيبه مؤثره انت بتعتمدي عليها خلال الفتره اللي فاتت، زي ما انت بتتكلمي احمد سيد زيزو فتوح عمر جابر، مش هقول لك بقى الونش وعبد الشافي والناس اللي بقى لها فتره غايبه، لكن انت عندك ثلاث لعيبه امبارح. بس كان واضح ان هو هجومي جدا، يعني التشكيل كان هجومي جدا يا خالد للزمالك، واضح برضه ان في تحميل اللعب بشكل كبير جدا على جبهه مصطفى شلبي طبعا بوجود ناداي كظهير ايسر، قدراته الهجوميه افضل من الدفاعيه. صحيح. ولكن يعني على عكس التوقعات الجبهه دي كانت غير نشيطه بالمره، يعني الشوط الاول كمان خصوصا في الشوط الاول وخسرنا الكره كتير جدا، كمان ادوار متعبه كانت يعني غير واضحه بالذات في غياب طبعا عبد الله السعيد وناصر ماهر، وكنت كده حاسه من متعبه ان هو متسرع جدا بالكوره. احمد حمدي كمان يا خالد، يعني احمد حمدي كان بيحاول ان هو يعوض غياب الثنائي ده. صحيح. وبالمناسبه هو كان يعني بيرجع لورا كتير جدا علشان يقدم طبعا وظيفه المركز رقم 8 ويقوم بدور الريجيستا. فاحنا يعني شفنا امبارح مباراه هنخرج منها بدروس مستفاده كتير جدا، والزمالك يا خالد من وجهه نظري كان محتاج ان هو يهاجم بقوه من بدايه الماتش ويسجل كمان بدري علشان الماتش يفتح تماما لينا، ولكن احنا طبعا اتاخرنا يعني في الدخول للقاء. بالظبط يا نادين، زي ما انت بتقولي كده امبارح في المباراه يعني والناس كلها اللي تابعت المباراه ريتم الجيم كمان ما كانش احسن حاجه امبارح بالنسبه لنا، ما كانش افضل حاجه بالنسبه يعني كل او اغلبيه لعيبه نادي الزمالك امبارح، ان كان كمان التوفيق ما حلفهمش في بعض من الفرص اللي اتيحت امبارح للفريق، كمان يعني مع رتم الجيم او رتم المباراه كل ده ما ساعدش اللعيبه.
الوقت ما يعني الوقت كل شويه بيعدي، فانت بيزيد الضغط عليكي. اللعيبه شايفه ان جمهور نادي الزمالك كله موجود، جمهور نادي الزمالك دايما بيشجع بيآزر بيساند. لكن كان في امبارح نادين سوء توفيق بالنسبه للعيبه نادي الزمالك، كان في سوء توفيق للجهاز الفني بالنسبه للعيبه. طب تفتكر يا خالد دي كانت نشوه فوزنا بالديربي؟ لا ما اعتقدش يا نادين، يعني لعيبه نادي الزمالك كلها لعيبه كبيره، لعيبه دوليه بتعرف تفصل كويس جدا اكيد ما بين يعني البطولات، سواء بطوله الدوري او البطوله الكونفدراليه الافريقيه. وعايز اقول لك يا نادين يعني اللي بعض الناس اتكلمت في الموضوع ده امبارح قبل المباراه وحتى بعد نتيجه المباراه، اما المباراه خلصت يعني بنتيجه التعادل، اللي هم اتكلموا ان ممكن اللعيبه لسه في نشوه الفوز، لعيبه لسه فرحانه. وكمان فرق كبيره جدا يا خالد بنشوفها بعد فوز بمباراه مهمه، بنشوف بقى ادائهم بعد المباراه دي ان هو مش بيقل، ولكن بيكون في يعني بعض من الاخفاق كده في المباراه. بس خلينا نادين يعني بصراحه نقول امبارح ان لعيبه نادي الزمالك اللي كانوا موجودين في البعض ما كانش في حالتهم، وفي البعض امبارح ما حلفوش التوفيق بصراحه. زي ما انا بتكلم في الفرص امبارح كانت فرص غريبه، يعني لو اتعادت 100 مره سواء لسيف الجزيري او حتى الكره بتاعت حسام عبد المجيد اللي جت في العارضه بطريقه غريبه جدا، يعني عمرها ما هتتكرر تاني. لكن احنا كنا محتاجين امبارح نشوف عناصر زي محمد شحاته، محمد عاطف، زياد كمال، وكمان مهاب ياسر اللي خد في مباراه فيوتشر وبعد كده في مباراه الاتحاد. التغييرات نادين ممكن تكون اتاخرت شويه، تغيير يعني ايقاع اللعب او تيمبو الفريق في الملعب يعني اتاخر شويه من مستر جوزيه جوميز، برده ده بيرجع لوجهه نظره الفنيه. احنا اكيد بنحترم قرارات الفنيه، بنحترم وجهه نظره، وانتوا عارفين المديرين الفنيين دايما بيبقوا يعني ليهم يعني كل واحد ليه وجهه نظره. بالظبط، هو اللي شايف، هو اللي عايش مع اللعيبه، هو اللي عارف مين الجاهز بره، هو اللي عارف مين الفايق اللي ممكن يقدر ينزل يعمل له الفرق. لكن برضو التوفيق يا جماعه مهم جدا، مهم كمان يخدمك في وقت ما انت بتحاول وبتروح وبتضيع. الزمالك نزل اول ربع ساعه في الشوط الثاني هجوم من كل ناحيه، عرضيات من ابراهيم انضاي رغم ان هو ما كانش في حالته، تسديدات على المرمى، وحارس دريمز امبارح يعني ما كانش شايف قدامه. دي لكن حقيقة. للاسف نادين يعني حقيقة شفناه يعني التوفيق وسوء التوفيق هو اللي وقف عائق قدامنا، وقف عائق قدام لعيبه نادي الزمالك. بس عايز اقول لك برضه نادين ان احنا بالتدريج ابتدينا نحس ان المباراه امبارح ابتدت تقرب، لحد ما لعيبه دريمز بقت يعني بتقاتل عشان تتعادل مع نادي الزمالك، ومش مصدقين اللي هم محققين النتيجه دي مع نادي الزمالك في الملعب ده مع الجماهير دي. لكن يعني زي ما انا بقول لك ان شاء الله باذن الله لعيبه نادي الزمالك يعني قادره ان هي تعوض في المباراه اللي جايه. وكمان امبارح يعني احنا كنا قاعدين، سواء الناس بقى اللي ورا الشاشات او الناس اللي في المدرجات، انا امبارح كنت موجود في المدرجات، فبعد كره حسام عبد المجيد الغريبه اللي خرجت بطريقه غريبه وطريقه طريفه تبين لك وحاجات بتبين لك في الكوره ان خلاص النهارده هي مش ماشيه. النهارده مش مكتوبه للزمالك. في ايام كده يا خالد بتبقى انت حاسس فيها ان هي مش ماشيه معاك. بالظبط، امبارح يعني لعيبه نادي الزمالك حاولت وعملت كل اللي عليها، لكن امبارح الكوره مش ماشيه مع لعيبه نادي الزمالك او مش عايزه. عارفه انت لما الكوره ما تبقاش عايزه خلاص. بالظبط، بالظبط. فعلى العموم نادين يعني قدر الله ما شاء فعل، احنا اكيد بالنسبه لنا نتيجه ما كناش نتمناها، لكن في نفس الوقت لسه بدري، عندنا شوط تاني، عندنا ماتش عوده، عارفين اللي هو مش هيبقى سهل، لكن الزمالك بلعيبته بخبراته بقدرته ان شاء الله وكل اصرار اللعيبه باذن الله اللي موجود هناك وبتوفيق ربنا طبعا قبل كل ده يقدر يحجز تذكره التاهل يا نادين للمباراه النهائيه ان شاء الله، وناخد ونقتنص الفوز هناك من قلب غانا على نادي دريمز الغيني. واحنا دايما نادي الزمالك انت عارفه ليه يعني في ملاعب افريقيا حكايات طبعاً وروايات كتيره قوي تخلينا واثقين في ربنا وبعد كده في لعبتنا وفي كل عناصر اللعبه وكل العناصر اللي موجوده في فريق نادي الزمالك باذن الله نادين. ان شاء الله يا خالد. وطبعا احنا عارفين ان يعني الكونفدراليه او اللقب ده هو دلوقتي الاهم بالنسبه لنا كلنا في نادي الزمالك، طبعا بننافس على الدوري لسه، ولكن الكونفدراليه هي الاقرب لينا، موقفنا فيها كان كويس جدا. بالزبط. فاحنا طبعا يعني مستنيين بقى من الفريق ان هو يعني يقدم افضل حاجه عنده، وان هو يركز بقى في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها في المباراه دي. مش عايزين ننسى ابدا ان اي مباراه بنطلع منها يا جماعه بيكون فيها دروس مستفاده لازم نتعلم منها، لسه فيها يا زمالك ان شاء الله.